بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي مشاهدي القناة الطبية، النهاردة هنتعرض وهنتعرف إن شاء الله على دواء جديد هو مرهم اليوسيدين لعلاج حب الشباب والدمامل. هو مضاد حيوي. حب الشباب والالتهابات الجلدية التي تسببها البكتيريا التي تصيب الجلد تسبب ازعاج وألم شديد للعديد من الأشخاص. يحتاج علاج الحبوب والالتهابات إلى القضاء على البكتيريا المسببة لهذه الالتهابات، وذلك باستخدام مضادات حيوية لها القدرة على قتل البكتيريا. واحد هذه واشهر هذه المضادات الحيويه التي لها القدره على قتل البكتيريا هو مرهم فيوسيدين مضاد حيوي. مرهم فيوسيدين مضاد حيوي هو افضل مرهم لعلاج الالتهابات والحبوب والدمامل الجلديه. فوائد وأضرار كريم علاج حب الشباب وكريم لعلاج الدمامل فيوسيدين. أول حاجة هنتكلم عن مرهم فيوسيدين مضاد حيوي. يتوفر على هيئة إيه الصورة الدوائية بتاعته؟ كريم ومرهم. يحتوي المادة الفعالة فيه هي حمض الفيوسيديك. هو مضاد حيوي يستخدم لعلاج حب الشباب والدمامل واي عدوى بكتيرية. طيب، مكونات فيوسيدين. يحتوي فيوسيدين كريم على حمض الفيوسيديك الذي يعمل كمضاد حيوي ويقوم بالقضاء على البكتيريا، تمام، التي تصيب خلايا الجلد، لذا يستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية. ايه هي انواع فيوسيدين؟ زي ما قلنا في كريم ومرهم. كريم فيوسيدين الاحمر هو كريم خفيف سريع الامتصاص، يحتوي على حمض الفيوسيديك. وفي مرهم فيوسيدين البرتقالي، هو مرهم ثقيل الملمس مناسب للاستخدام للمناطق الجافة، يحتوي على حمض الفيوسيديك ايضا. في ايضا كريم فيوسيدين اتش، وهو كريم سريع الامتصاص يحتوي على حمض الفيوسيديك وكورتيزون. ايه هي دواعي الاستعمال؟ ليه بنستعمل كريم فيوسيديك؟ ايه الامراض اللي بيعالجها كريم فيوسيديك؟ اول حاجة حب الشباب، بعد كده الدمامل، بعد كده يستخدم للجروح والحروق، بعد كده علاج التهابات فروة الرأس. علاج التهابات فروة الرأس. طيب، المنطقة الحساسة للرجال يمكن استخدام كريم فيوسيديك الاحمر للمنطقة الحساسة للرجال لعلاج الحبوب والتهابات الجلد البكتيرية. طيب، المنطقة الحساسة للسيدة الحامل لا يفضل استخدام كريم فيوسيدين اتش للمنطقة الحساسة للسيدة الحامل لاحتوائي على كورتيزون الذي قد يسبب كثرة استخدامه تأثير على الجنين لأنه يتسرب إلى الجنين. طيب، منطقة الحساسة للأطفال، يستخدم كريم فيوسيدين للأطفال لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا التي تصيب الجلد. المنطقة الحساسة الحك والهرش في المنطقة الحساسة، مرهم فيوسيدين غير فعال في علاج الحكة والهرش. هو بيعالج الالتهابات لكن بالنسبة للحكة والهرش، الحكة الجلدية، إلا في حالات الحكة المصاحبة للالتهابات البكتيرية، حيث أنه يقضي على البكتيريا المسببة للالتهابات وبالتالي تختفي الحكة المصاحبة لتلك الالتهابات. طيب، بالنسبة للحبوب،
ما دور فيوسيدين لعلاج الحبوب؟ يساعد في القضاء على البكتيريا المسببة لظهور حب الشباب. يمكن استخدامه للحبوب التي تظهر على الوجه أو الظهر أو أي مكان بالجسم. يفضل استخدام مرهم فيوسيدين البرتقالي لعلاج حب الشباب في مناطق الجسم الجافة مثل الظهر والمنطقة الحساسة، واستخدام الكريم في حالة حبوب الوجه. الخراريج، الخراج هو عبارة عن تجمع سوائل وصديد او دم مخلوط بصديد تحت الجلد، ويتكون بسبب اصابة البكتيريا لخلايا الجلد. فيستخدم كريم فيوسيدين لعلاج الخراريج. الشرخ، يستخدم ايضا كريم فيوسيدين لمنع تلوث الجرح، ويسرع في عملية التئام الشروخ. الشروخ دي طبعا بتبقى في منطقة فتحة المستقيم، فتحة الشرج اللي بيتم منها عملية التبرز عند الانسان. طيب النسور، النسور ده ايضا نوع من الالتهابات اللي هي بتبقى موجودة برضو في فتحة الشرج، بس هي بالنسبة لكريم فيوسيدين لا تفيد المراهم في علاج النسور، فالافضل في علاج النسور هو الاستئصال الجراحي. طريقة استخدام مرهم فيوسيدين مضاد حيوي. اول حاجة، غسل اليد دائما قبل استخدام كريم او مرهم فيوسيدين. تاني حاجة، غسل المنطقة المصابة وبعد غسلها تجفيفها جيدا. بعد كده وضع كمية مناسبة من المرهم على المنطقة المصابة. بعد كده يستخدم مرتين او ثلاث مرات يوميا، وعادة ما يكون العلاج لمدة اسبوع او اسبوعين، وقد يكون في بعض الاحيان فترة اطول من ذلك حسب الاصابة. طب ايه هي الاعراض الجانبية اللي ممكن تحصل، الاثار الجانبية اللي ممكن تحصل نتيجة استعمال كريم فيوسيدين مرهم مضاد حيوي؟ عادة لا يسبب اعراض جانبية عند استخدامه. في حالات نادرة يحدث تهيج في الجلد، جفاف في الجلد، احمرار في الجلد او حرقان في الجلد، دي نادرا. طيب ايه هي موانع استعمال كريم فيوسيدين؟ امتى نقول ما نستعملوش، الشخص ده ما يستعملوش؟ لا يستخدم في حالة الحساسية تجاه اي من مكوناته، والمكون الاساسي بتاعه هو الفيوسيديك، حمض الفيوسيديك والكورتيزون في احد انواع الثلاثة. في سؤال هنجاوب عليه ان شاء الله، هل مرهم فيوسيدين مضر للسيدة الحامل؟ لا يفضل استخدام فيوسيدين في فترة الحمل، وعموما ننصح بعدم استخدام اي دواء في فترة الحمل الا عند اللزوم وتحت اشراف الطبيب، لان هذه الادوية تؤثر على الجنين ويمكن ان تسبب تشوه للجنين. سؤال اخر، هل يمكن او هل يستخدم مرهم فيوسيدين للبواسير؟ الإجابة يمكن أن يستخدم لمنع تلوث الجرح، ولكن ليس له تأثير في علاج البواسير، ولكن يمكن استخدام المرهم لعلاج البواسير. مرهم اسم هذا المرهم هو فاكنو لعلاج البواسير. طيب في سؤال آخر، هل يستخدم مرهم فيوسيدين للحروق؟ نعم، في بعض حالات الحروق تمنع تلوث الحروق وزيادة سرعة الشفاء والتئام الجرح. كيف تجعل بشرتك اكثر نضارة وصحة؟ لحل مشاكل البشرة نحتاج الى العناية بها بشكل مستمر، واتباع روتين يومي هو استخدام غسيل للبشرة ومرطب للوجه والجسم وماسك للبشرة وفيتامين سي، وهذه الاشياء تحافظ على البشرة اكثر صحة ونضارة. وفي نهاية الفيديو ارجو من حضراتكم ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وارجو مقابل هذه الاستفادة ان انتم تفيدونا. ايه الافادة اللي هتفيدوها لنا؟ ضغط لايك والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، واهم حاجة في التلاتة هو ان انت تعمل شير مشاركة لكي يشاهد الفيديو
المشاركة اللي هتعملها عن طريق ايه وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك او تويتر او اي حاجة من وسائل التواصل الاجتماعي. وفي النهاية شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.